أخي بالنسبة لموضوع المظاهرات، موضوع المظاهرات ليس بجديد. الثورة عندما خرجت، خرجت بمظاهرات ومستمرة إن شاء الله في مظاهرات، وتظهر هذه المظاهرات كلما تشعر بأن الثورة قد تقع في خطر. فهذا الشارع الثوري يعني شارع منتفض، هو عبارة عن جمر تحت الرماد، ما إن شعر بخطر حتى يهب وينتفض من جديد. وكلكم شاهدتم كيف انتفض هذا الشارع في كل الشمال المحرر، في ريف حلب، في إدلب، في كل مكان. والمظاهرات التي خرجت كلكم رأيتموها وشاهدتموها، وكأنها أعادت لنا ذاكرة 2011. وإن شاء الله طبعا نحن مستمرين في ثورتنا، ورح نبقى مستمرين في ثورتنا حتى النصر. ما في عندنا خيار آخر ولا في عندنا بديل آخر. فبالنسبة للتصريحات التركية اللي تفضلت عنها، سواء عن لسان وزير الخارجية ولا عن أي مسؤول ولا وزارة الدفاع ولا أي مسؤول، هذا الأمر يعني بالنسبة للشارع الثوري ترى ما بيهم كثيرها. هذا الموضوع شأن دولي، تركيا كدولة جارة نحن يا أخي بنشكرها، منخلي الله يعطيك العافية، قدمتي. لكن بالنسبة للثورة في عندنا خطوط حمر، بمجرد ما أي دولة بدها تصرح أنه تجبر الناس على المصالحة، هذا بالنسبة لنا خط أحمر. يا أخي أنا بقول لكم يا من الأخير، وأقسم بالله العظيم لو أبدنا عن بكرة أبينا لن نصالح مجرم. لك يا أخي في عنا مليون نحن شهيد، في عنا 500 مغيب ومعتقل، في عنا مغتصبات بالسجون، في عنا معاناة شعب كامل عم يعيش في الخيام وتحت خط الفقر. كيف يعني هاي الناس بدها ترجع تصالح؟ يا أخي خلي يطلع معارض واحد يسترجي يقول تعالوا نحن بدنا نصالح، والله لا يجرؤ حتى يقول هاي الكلمة هاي. فيا أخي أنا إحنا اللي بدنا إياها من المعارضة نفسها، خليكن شوي فيكن نخوي، فيكن كرامي، فيكن ذرة شرف، إنه تقولوا للدولة والله العظيم الدولة راح تحترمك أكثر، وخليها بتخلى لا في خطوط حمر. قولوا أنا إيش أنا بدي أقول لشعبي، إيش بدي أقول لعالمي، هاي الناس الموجودة اللي انتكبت في كل لك، ما ضل النوع من أنواع العذاب إلا ما لحق في الشعب السوري. كل رفقاتنا سبقونا بالشهادة، ونحن إن شاء الله ما بننسى وصيتهم. الكان عم يستشهد وهو بسكرات الموت الأخيرة عم يقول لا تنسوا الطريق، تابعوا الطريق. يا أخي والله هذا عهد علينا، والله عهد علينا يا أحرار يا شهداءنا، والله ماضين في نفس الطريق حتى الله سبحانه وتعالى يظهر الحق، ونحن على حق وإن شاء الله ماضين فيها الطريق، وبطمنك رح ننتصر إن شاء الله. نحن هاي المعاناة وهذا الألم هذا نحن شايلينه كلياتنا إن شاء الله. أماني في رقابة كل الأحرار والسوار. لا تفتكروا نحن ضعفنا، ترى ها نحن مرضنا بسبب تكاثر الأعداء علينا، لكن بطمنكم مستمرين. وانتوا شفتوا عند أي حدث عم يهدد ثورتنا عم تنتفض الآلاف بل عشرات الآلاف، هاي بمجرد ما شعروا بخطر بسيط. لكن بطمنكم كمان أكثر، بمجرد ما صار شيء مثل ما عم يحكوا بمصالحة وما مصالحة، ثقوا تماما رح يخرج الشارع أطفالا وشيبا وشبابا. والله لو خرجنا إلى هذا النظام عرات، وأقسم بالله لن نتركه.